السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. داخر يعني ذليل، يعني يدخلون جهنم أذلاء. الذين يستكبرون عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن دعائه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلاء. أمران في الحياة كثيرا ما يشتبه، قسم من الناس يتكلون على الدعاء فقط، وقسم من الناس يتكلون على العمل فقط، وكلاهما اشتباه. دعاء وعمل، فمن نراه يتكل فقط على الدعاء في قضايا دنيوية أو قضايا الأخروية هذا خطأ وخاطئ، ومن نراه يتكل على العمل فقط هذا خطأ وهذا الإنسان خاطئ. قسم من الأمور بيد الإنسان، قسم من الأمور مو بيد الإنسان، بيد الإنسان أن يذهب إلى الطبيب. أما هل بيد الإنسان أن يشتفى؟ أو هل بيد الطبيب حتى أن يشفي هذا المريض؟ فرد واحد كان هنا دكتور ناجي، كان يجي أيام إلى الصلاة وأيام هنا كذا، بعدين فرد يوم وادع وياي قلت خيرا، هو معروف دكتور ناجح أيضا في فهمه ومراجعيه وما أشبه، قلت خيرا، قال أنا عندي سيدي وياي ضيق نفس لازم أروح لأوروبا حتى أنه لعل الله تعالى يشفيني. فرش دكتور ناجح في الحياة وفي الفهم، وهذا السد الصغير في شرايين صدره لا يتمكن من علاجه. هذا دكتور مو بيده، بل طبيب يداوي الناس وهو عليل. وهذا مو خاص بالطبيب، كل إنسان، كل إنسان هنالك أشياء بيد الإنسان، هناك أشياء مو بيد الإنسان، مهما حاولت مو بيدك. فالدعاء مربوط بالشيء الذي مو بيدي. أنا أركب السيارة أقصد العراق هذا بيدي، أركب السيارة أقصد خراسان هذا بيدي، أما أن السيارة تصل بسلام إلى هنالك هذا مو بيدي. مهما فكرت أنه بيدي هذا مو بيدي. إني زرعته، الزرع بيدي، أما هل يخرج الزرع سالما؟ الله يرحم والدي كان ينقل، يقول فرد واحد من علماء همدان أظن كان ينقل عنه، يقول هذا السنة كان في بيتنا فرد قسم من الفاكهة، فواكه ما أدري قسم من الفاكهة، مشمش قوجة فرد فاكهة من الفواكه، كان في بيتنا فرد شجرة تعطيها الفاكهة. يقول فرد مرة اجي غفر ثلج، فنحن تحفظا حتى لا يقتل الثلج هذه الشجرة جعلنا لها غرفة وحفظناها من كل ثلج ساقط. يقول اتفاقا كل هالفاكهة في كل همدان ماتت غير فاكهتنا، أعطت ثمار جدا جميلة ممتازة في وقت الثمر في الربيع بطبيعة الحال. يقول هذا فرد واحد اجى من أصدقائنا كذا، شاف كل ثمر ناضج، شيء واحد أخذ منه وأكل، راح على بيت مات. يقول ليش احنا ما انتبهنا الى انه هذه الشجره وهذه الثمره سببت هذا الموت، سنلتفت. يقول بعدين اجى واحد ثاني ايضا وسط الديوانيه هالشجر،
ثلاث أشخاص ماتوا، يقول بعد الإيد الثالث مات بمجرد ما يأكل يروح إلى بيته يموت. يقول شققنا إحنا في الشجرة، شققنا في الشجرة وجبنا أخصائيين فحصوا الثمرة قالوا هذا قطعة سم. يقول أخذنا كل هذا من هذا النفايات، بين الثلاث المساكين هم ماتوا من أجل هذا. هسه الثمرة أنت تحفظها لا شك فيه وأنا أحفظها، لكن هل هذه الثمرة تكون صحيحة وتكون سامة في المستقبل؟ هذا بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا الله في القرآن الحكيم مكررا يذكرنا بهذه الحقيقة، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ نحن نزرع. أكلتم في آية أخرى الله يقول ما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. يعني وقت اللي أنت رميت يا رسول الله الأعداء أنت ما رميت، الله رمى. وعلى هذا المعدل فهناك أشياء بأيدينا وهناك أشياء ليست بأيدينا. الأشياء التي بأيدينا هذا يحتاج إلى العمل والكدح والتعب. إنسان يكتفي بالدعاء في هذه الأشياء هذا غلط، مو من أجل الإسلام. الأشياء التي بيد الله سبحانه وتعالى وليست بأيدينا، هل نحن نعتمد على أنفسنا؟ أكبر مثل لسه مشهور مثل غربي يقول اعتمدت على نفسي. شنو اعتمدت على نفسي؟ اعتماد على الله مو على النفس. نفس شنو حتى الإنسان يعتمد عليها أو لا يعتمد عليها؟ قسم من الأشياء هكذا. هذا نحن شأننا هكذا، يعني يجب أن نعمل وفي نفس الوقت يجب أن ندل. أما شأن الأنبياء غير ذلك، يعني نحن علينا 50% الدعاء و50% العمل، أما الأنبياء يجب عليهم العمل و100% الدعاء. يعني يجب على الأنبياء أن ينقطعوا إلى الله سبحانه وتعالى انقطاعا كاملا. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة مشهورة، أنه في السجن نفران من السجناء حكم لهما بإطلاق السراح. هو يوسف مسجون ونفران أيضا معه، ودخل معه السجن فتيان شابان لا تفهم مرة دخلوا في السجن. هذول الثلاثة دخولهم في السجن في وقت واحد، خروجهم عن السجن اختلف. اثنان منهما أفرج عنهما، واحد منهما أفرج عنه إلى الملك والرئاسة، والثاني أفرج عنه إلى المشنقة، فبقي يوسف وحده. يوسف وقت اللي شاف هذول الاثنين يطلعون ذاك اللي إلى المشنقة هيج. الشيء الثاني وقال للذي ظن، يعني ظن يوسف، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. قال له، لا تنسى وقت اللي راحت الآية، ربك يعني الملك، الملك يسمى رب، وصاحب السفينة يسمى رب، وصاحب البيت يسمى رب، والمرأة في البيت التي تدير البيت تسمى رب، ربة البيت يعني تدير تربي رب هذا. ولهذا الله رب الأرباب، يا رب الأرباب وإله الآلهة، يعني هؤلاء الربوب الآخرون الملوك الذين يسمون بالرب والكبار الذين يسمون بالرب، أنت يا الله ربهم رب الأرباب. قال يوسف عليه الصلاة والسلام وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. حتى الآن هو كان ساق الملك، يسقي الملك الماء والخمر وكل شيء. قال له إذا انطلقت ورحت ووصلت إلى الملك قل له إن فتى عبرانيا متهم وأنه سجن ظلما حتى يشوف قصتي. رجل خرج، جبرائيل نزل على يوسف قال يا يوسف من الذي ألقى حبك في قلب أبيك؟ ربي.
من الذي أنقذك من يد إخوتك؟ ربي. لأنهم أرادوا قتلها أولا، بعدين عدلوا عن قتله لأن يلقوه في غيابة الجب، يعني في البئر. من الذي نجاك من البئر؟ ربي. من الذي جاء بك إلى مصر؟ ربي. من الذي جاء بك إلى بيت عزيز مصر، يعني رئيس الوزراء في ذلك اليوم، لأنه صار في بيت رئيس الوزراء، جدا محترم معزز شخصية، عسى أن أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، لأن عزيز مصر وهو رئيس الوزراء في ذلك اليوم أراد أن يجعل من يوسف كابن له لأن ما عنده أولاد. ربي، قال شلون صار هنا هذا الرجل؟ قلت له اذكرني عند ربك، هل الله ينساك؟ بعدين ضرب جبرائيل برجله على الأرض، لما ضرب رجلي على الأرض انشقت الأرض، أرض السجن انشقت شقا عميقا جدا جدا. فقال يوسف انظر، فنظر. الأنبياء أكو عندهم فرق معنا نحن، الأنبياء أجهزتهم بأيديهم، إحنا مو أجهزتنا بأيديهم. يعني أنا أجي قصر نظري أشوف لهنا، ما أشوف للباب، ما أشوف للحائط هناك، أو فلان إنسان قد وسعة نظر يشوف الحائط لكن ما يشوف شارع الاستقلال، وأذني كذلك، أذني يسمع الكلام من 50 متر، من 60 متر، من 100 متر، أما من 1000 متر ما يسمع. إيدي كذلك، إيدي تنوش لهنا مو لهناك الحائط. وعلى هذا المعدل أنبياء أجهزتهم بأيديهم، يعني النبي يمكن أن ينظر إلى هذا الإنسان، يمكن أن ينظر على أنف النجف، نفس الشيء عنده أوتوماتيكيا أجهزة الأنبياء بأيديهم. وكذلك أذنه يمكن يسمع الآن كلامك هنا 50 متر، 10 متر. يمكن رسول الإسلام قال من سلم علي حيا كنت أو ميتا سمعت سلامه. أذن وسيع الإمام نفس الشيء، يعني أنا كشخص كمحمد إيدي متر أو نصف متر، أما الإمام كان على مسجد الكوفة مد يده خرجت يده من المسجد وأخذ شيئا من الشام وجاء به إلى هناك، في قصة بيت الطشت أخذ قسما من الغفر برف ثلج وجاء به لقصة. الإمام هالشكل والنبي هالشكل. فضرب جبرائيل برجله الأرض، لما ضرب انشقت الأرض عميق جدا مئات الأمتار أو أكثر من مئات الأمتار. وقال يوسف انظر، يوسف نظر، قال شنو تشوف؟ شاف في أخير هذا الشق، اسمه هذا 100 متر، 1000 متر، أكثر أقل، فردودة صغيرة كلش، وفي فمها ورقة تقضمها، في فم هذه الجراء هذه النملة الصغيرة، دودة صغيرة ورقة تقضمها. قال شو تشوف؟ جبريل قال ليوسف شو تشوف؟ قال أشوف دودة صغيرة بالغة الصغر في فمها ورقة تقضمها. قال الله الذي يرى هذا الدود ويطعم هذا الدود في هالعمق الهائل من الأرض، هذا منين حقيقة؟ الله ما يشوفك بالسجن؟ فلماذا قلت لهذا الرجل وهو رجل كافر اذكرني عند ربك؟ لأن كان رجل كافر هو، ولهذا قال لهم يوسف أرباب متفرقون خيرا أم الله الواحد القهار؟ كانوا يعبدون صنم وكذا وفي السجن هذول. قال هل الله الذي يشوف الدود الصغيرة وأنت نبي تعرف كل هالأشياء؟ بعدين قال لهم فجزائك لهذه الكلمة، هذا مو معصية طبيعة الحال، لكن هذا ترك للأولى. يعني الأولى كان يوسف لا يسوي هذا العمل، فكان الأولى أن لا يصنع فصنع، هذا يسمى بالترك الأولى. مثل ترك مثال حتى الشباب يعرفون يعني شنو، يعني افرض إذا أنت نزعت ثوبك هذا وخرجت في الشارع بفانيلة، هذا يقولون هذا مو مناسب عني، هذا مو معصي،
هذا لا كذب لا غيبة لا نميمة لا شرب خمر لا ترك الصلاة، هذا مو مناسب. يقولون هذا عملا غير مناسب. أو فرضا إذا شددت على يديك لساعتين، ساعة بليد وساعة بليد، أنا جبت هذا أحمق كان مسوي هالشكل. قلت له ليش هالشكل سويت؟ قال عن ساعة فرنجي وساعة عربي. قلت زين أكو ساعات بالسوق يبيعوهن عقربتين عدها، عقربة فرنجية وعقربة عربية. كان على كل بعد، وكان كل ساعة شكل يسوي هالشكل يباوع هالشكل ويباوع. هذا العمل هذا إذا فرد إنسان صنع هذا الشيء هذا ترك الأولى، يعني يحكون عليه أما حرام فاعل له مو حرام فاعل. فالترك الأولى عبارة عما لا ينبغي أن يعمله الإنسان، هذا ترك للأولى. فكان هذا العمل من يوسف تركا للأولى، ولذا جبرائيل أجل والروح القدس وهو جبرائيل وسائر الملائكة دائما أكو في الأحاديث يسددون الأنبياء، يعني أقل تركا أولى فوق ينبهوهم عليه، لأن هؤلاء لازم يكونون في محضر الله سبحانه وتعالى مثل رئيس الوزراء. هسه إذا رئيس الوزراء ركب سيارة وطاف بالبلد وقام يضحك وكذا هذا مو مناسب. أما إذا فرد شاب صنع هذا الصنيع هذا شيء عادي. فأنبياء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هكذا لازم مؤدبين إلى أبعد الحدود. فقال له جبرائيل الله الذي لا ينسى هذه الدودة الصغيرة في هذا العمق الهائل من الأرض وعلى هذه الدودة أطنان من الحجر والتراب ويعطيها رزقها. من الرزق واقع عجيب، هذا كله عجيب، كل شيء من الله عجيب. هل ينساك حتى التجأت إلى كافر وقلت له اذكرني عند ربك؟ جزاء لهذا العمل لازم عليك أن تبقى في السجن سنوات، هذه كفارة هذا الخطأ. الخطأ يعني مو معصية قلناها، يعني هذا الترك الأولى هذا كفارة تبقى بالسجن. فلبث في السجن بضع سنين، بضع في اللغة العربية من الثلاث إلى التسع إلى العشر، يعني ممكن ثلاثة ممكن أربعة ممكن خمسة. بضع كم درهم عندك؟ يقول عندي بضع دراهم. بضع يعني شم واحد، يعني من الثلاثة أدي إلى العشر، إلى العشر يعني عشر مداخل، من الثلاث إلى التسع. فلبث في السجن بضع سنين، ولهذا قسم من المفسرين قالوا أن البقاء الذي بقي يوسف في السجن سبع سنوات بقي، بعضهم قالوا تسع سنوات بقي، مو معلوم بين ثلاث سنوات وبين تسع سنوات. جزاء لهذه الكلمة وهو نبي لا يكون بالنسبة إليه هذا العمل ينبغي، هذا بالنسبة إلى الأنبياء. أما بالنسبة إلينا نحن قصص أخرى ماكو في هذا الموضوع يذكرونه في كتب الفلسفة الإسلامية. أما بالنسبة إلينا نحن الأناس العاديين مو أنبياء ولا أئمة، هؤلاء يجب علينا الاعتماد على العمل كاملا وعلى الدعاء كاملا، يعني بالمية مية تروح للطبيب وتأخذ الدواء وتشرب الدواء وتأخذ الرجيم وتحتمي عن المضرات والمضرات بالمية مية، ومن ذاك الصوب تقرأ سورة الحمد لشفاء نفسك وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يشافيك وما عاد تتضرع إلى الله وتصلي صلاة الاستشفاء وما أشبه. هذا في بناء الدار، وهذا في السفر، وهذا في الحضر، وهذا في المرض، وهذا في الفقر، وهذا في الغنى، وهذا في كل شيء. نحن يلزم علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى في كل حوائجنا، حتى أن الله أوحى إلى موسى قال يا موسى اطلب مني حتى ملح العجين. يعني أنت وقت اللي تروح تشتري ملح من هذا الدكان هنقول يا الله أعطني الملح وارزقني الملح، لأنه ما يقول على روح للدكان دكان ذا ما عندي ملح، ما صاير هذا الشيء يعني الإنسان لازم يدعو في كل صغيرة وكبيرة حتى ملح العجين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم
داخرين. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.